قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والعرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل قد استوى على العرش، فالذي يكون عليه التوكل من هو؟ من هو في العلو الذي يأمر ولا يؤمر، المنزه من أن تحيط به مخلوقاته أو أن تضله مخلوقاته. فإذا كان مالك للعرش وهو أعلى ما يكون وهو مستو عليه عز وجل، فهو الذي يستحق التوكل. ثم أيضا العرش هو أكبر المخلوقات، فإذا كان أكبر المخلوقات وخلقه عظيم جدا، فالذي خلقه جل وعلا من باب أولى. ولذا قال تعالى: الكبير المتعال. ولذا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزالي. ولذا من رأى في نفسه أن يكون كبيرا يسقطه الله عز وجل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعند مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فهذه الجملة تؤكد مقام التوكل على الله عز وجل. قال: وهو رب العرش العظيم.